الله، السلام عليكم. ايش قد عالم ظلمتك؟ ايش قد عالم اكلت حقك؟ شافتك فقير وما عندك احد؟ اسم من اسماء الله الحسنى تلتزم به، الله سبحانه وتعالى ياخذ لك حقك من اللي ظلمك وبالسرعه اللي ما تتصورها. المنتقم، هذا الورد ما تتكرر يوميا 141 بعد ما تخلصه. تدعي الله سبحانه وتعالى على اللي ظلمك وعلى اللي اخذ حقك، وباوع من بعيد وشوف الله سبحانه وتعالى شو راح يسوي بيه. واهم شيء لا تنسون والدي بخالص دعاكم. السلام عليكم ورحمه.